إلى أي درجة كان موقف اليوم مقتدى الصدر محرج أن حمل الخاسرون مسؤولية التفجيرات التي وصفها بالسياسية؟ وبعدين تعلق طبعا على كلام الأستاذ عدنان إذا تتفق معه أو تختلف. يعني أولا نبدأ. بالنسبة للانفجار الذي حصل، الانفجار الإرهابي الذي حصل في البصرة، لا أخفيك سرا أن أنا يعني بعد الانفجار بساعة واحدة فقط اتصلت بعدد من كبار المسؤولين المحليين في حكومة البصرة أو في إدارة البصرة، يعني قدمت لهم التعازي، وفي نفس الوقت سألتهم سؤالا محددا، كلهم قالوا، طبعا ما راح أذكر أسمائهم حتى لا يكون هناك أي إحراج، لكنهم رفيعي المستوى جدا، فكلهم أكدوا على أن الانفجار من داخل البصرة ولا علاقة لداعش بالانفجار، وهو يعني عملية إرهابية سياسية بين قوسين، يعني ليست جريمة منظمة، وهذا ما قاله اليوم السيد الصدر في تغريدته، وما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى البصرة. وبالفعل حقيقة من خلال ما متابعتي بشكل مباشر مع الكثير من أصدقائي في البصرة، ثبت لي أنها بالفعل جريمة سياسية وليست جريمة منظمة، وهذا طبعا يعني تغريدة الصدر على وجه التحديد بالفعل هي إحراج كبير جدا للإطار التنسيقي أو لبعض كتل أو عناوين الإطار التنسيقي، ويعني بس كان عايز السيد الصدر أن يضع نقاط أكثر على بعض الحروف ويسمي هذه العناوين التي تقف خلف هذا العمل الإجرامي والإرهابي. هذا بالنسبة إلى هذا، يعني إلى هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى تشكيل الحكومة حقيقة، يعني هناك واضح جدا هناك رؤيتين. وقبل تشكيل الحكومة أستاذ نزار، حتى أبقى في أجواء تغريدة زعيم التيار الصدري، يعني هو يريد أن يقول فيها أن لا بديل عن الأغلبية الوطنية، في كل مناسبة يستثمر يجدد تمسكه بهذا الخيار، مع أنه يحمل الإطار التنسيقي مسؤولية الانفجار أيضا، يعني وكأنه يقول أنتوا اللي فجرتوا. أي نعم نعم، كما قلت يعني هو بس كان عايز أن يخلي كم نقطة على بعض الحروف حتى يوضح كل شيء بشكل مفصل وبشكل شفاف. طبعا عندما يتهم الإطار التنسيقي أو بعض عناوين الإطار التنسيقي، هذا يعني أنه يعني لن يعود إلى الوراء ويفكر بالطريقة التي يفكر بها الإطار التنسيقي. هنا طبعا إذا تتذكر أستاذ زيد، وهذا الكلام يمكن أنا شرحته على في برنامجك الكريم، يعني الرؤية هو أساسا هناك رؤيتين، انطلقت قبل الانتخابات وليس اليوم. الرؤية الأولى التي قالها وتحدث عنها وحددها السيد الصدر في موضوعة تشكيل حكومة أغلبية وطنية قبل الانتخابات، كلنا نتذكر ذلك في تغريداته في خطاباته، وموجودة كلها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل مكان. ونفس هذه الفكرة طبعا، نفس هذه الرؤية كان يتحدث عنها أو تحدث بها كل زعماء الإطار التنسيقي، وهذه موجودة على البارحة، أعدت الإصغاء والاستماع إلى كل خطابات زعماء الإطار التنسيقي قبل الانتخابات، يعني السيد المالكي، العامري، الخزعلي، كلهم قالوا أننا في هذه المرة سنذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية، كلهم قالوا ذلك، هذا كله قبل الانتخابات. بل أن الخزعلي قال أكثر من ذلك، قال أن من يقبل بالمحاصصة وبالتوافق في هذه المرة بعد صدور الانتخابات فهو خائن، خير، فهو خائن وهو شريك بدماء شهداء العراق. أكثر من هذا بعد
يعني هو يعني الذي يدعو الآن إلى المحاصصة وإلى الحكومة التوافقية هو خائن حسب فهم ومنطوق كلام الخزعلي. لكن النتائج جاءت بأمور الشهيد أبو مهدي المهندس. أي لكن